كابتن عصام هو وقته، انا عارف ان انت بره دلوقتي وانت يعني، بس انت دلوقتي انت بالنسبه لنا انت الريفرنس، انت اللي هنرجع له ونعرف ايه المشاكل اللي عندنا، خلاص انت بره دلوقتي انت مش جوه اللجنه، بس احنا ليه انت قلت لي خلاص جزئيه فكره المعاناه من اخطاء تحكيميه لها علاقه بالضغوط والاعلام وخلافه، تمام؟ بس برضه احنا بنحس يا كابتن عصام ان الحكام في ارض الملعب احيانا يعني، وبرضه هبقى امين نقولها قليله، ما بيبقاش فيه قوه شخصيه واضحه، بيبقى فيه اخطاء احيانا بتبقى غريبه شويه، بيبقى فيه مراجعه للفار خاطئه، يعني حتى لما الحكم يبص على الفار بياخد قرار خاطئ، في حاجات عندنا اكبر شويه من اللي بنشوفها في اوروبا، يعني دايما انا من الناس اللي دايما بتسبورت الحكم المصري، مش مع برضه الهوجه اللي هي بتاعت ايه تعالى نهاجم الحكام وخلاص، بس في اخطاء ما بتبقاش مفهومه يا كابتن عصام، اتفضل. ممتاز يا كريم، احنا دينا تقريبا يا كريم سنه قول لي الحكام اتعلموا ايه؟ خدوا كم معسكر؟ خدوا كم محاضره؟ اتعمل لهم كم تدريب عملي؟ خلينا نكون واضحين، هات كده جدول كده من ايام ماركس كاتنبرج هتلاقي مفيش. صعب يعني، صعب في بلد كبيره وعندها خبير اجنبي، انا بتكلم على ايام ماركس لسه الراجل على فكره بريرا قال لي انا مش هتدخل في اي حاجه في المعبيات الموسم الجاي. قعد معايا وقال لي كده، والراجل انا طلب مني ان انا اساعده، قلت له تحت امرك في اي شيء اعمله لولادي، وده التحكيم اللي عمل لي وعمل اسمي. قال لك مش هتدخل حاجه في الموسم اللي جاي. رائع. اللي انت قلته ده مظبوط 100%. ليه؟ لان يا كريم انت عندك ابن وانا عندي ابن. ابني انا بروح المدرسه كل يوم وبيحضر الدروس وبيحضر الامتحانات، لازم هيطلع من الاوائل. لكن وقت ابنك ما بيروحش خالص، اكيد هيسقط، اكيد هيبقى عنده اخطاء كتير، اكيد هيبقى عنده ملاحق. واحد اتنين في التحكيم، فده السبب الرئيسي ان التحكيم المصري نازل بشكل غير عادي. الحقيقه ان الاهتمام بالنواحي الثقافيه والتدريبات العمليه اللي هي كل العالم بيعملها دلوقتي وليه اهم شيء في الدنيا في تطوير التحكيم، ده اللي احنا ناقصنا ديننا اكتر من سنه. طيب بكلمك بكل امانه والله. طيب كابتن جهاد، احنا ليه مش موجود لينا عضو في لجنه التحكيم في الكاف دلوقتي بعديك يا كابتن عصام؟ عفوا والله انا ما اعرفش يعني ليه مش موجود من مصر حد في الكاف، ولكن ان شاء الله ممكن يكون لنا في القادم، عشان كده بقول لك. لا معلش يا كابتن عصام، لا كابتن، واحده في الفيفا. كابتن عصام عشان يديهم سبورت ويكونوا اعضاء فريق حكام في الكاف. طيب كابتن عصام واحده معلش، هل دلوقتي انت بتقول لي انه ما بقاش عندنا كوادر في التحكيم في مصر غير الكابتن كابتن عصام عبد الفتاح بس؟ لا 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 لا، ما قلتش كده ولا اقدر اقول. بالعكس، عندنا كوادر كتير. عندنا كوادر كتير، بس لازم نقف معاها وندعمها. بالعكس، لان انا لما اقول لك كده هبقى انا كنت فاشل في فترتي. يعني ما عملتش كوادر اتحاسب على ده. بالعكس، احنا عندنا كوادر وعندنا ناس كويسه جدا. بس ازاي نستفاد بيهم وازاي نلمعهم وازاي نرشحهم للمناصب دي، ده المهم يا كريم. انما التحكيم مهمل يا كريم. طيب.